درجات، وده عن سمع وناس واقفه بتتكلم وبدلائل. يعني انتوا بتعملوا علشان ندفع فلوس ونتظلم وتلموا ملايين؟ لو هي كده تبقى خلاص نجحونا في المواد اللي هنتظلم فيها، ومفيش قرار فردي عشوائي يطلع تاني يوم النتيجه يقول لك لا حددت عدد مواد الرسوم. ما انت السنه اللي فاتت كنت بتدخل لحد 12 ماده ولحد 15 ماده ونجحوا ودخلوا كليات. هم كده القرار الفردي العشوائي اللي مش مدروس نتائجه بتبقى كده. انت كده ظلمت دوست على اولادك يا اطهر.